يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى تركيا تلبية لدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة ستمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقة بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي وتأسيس لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين. ومن المنتظر أن تشهد الزيارة مباحثات معمقة للرئيس السيسي مع الرئيس أردوغان، إضافة إلى رئاسة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. كما سيشهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف مجالات التعاون. أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية في ولاية يابي بشرق نيجيريا، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وأكدت مصر على تضامنها الكامل ودعمها لجهود نيجيريا في مكافحة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار. استشهد وأصيب عدد من المدنيين الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، واستهدف الاحتلال منزلا في حي الدرج، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من المصابين. كما أصيب أربعة آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال على منطقة الصحابة بمدينة غزة. كما نسف الاحتلال مبان سكنية في حي الزيتون جنوب شرق غزة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية لليوم الثامن على التوالي، وأسفر العدوان الذي بدأ الأربعاء عن استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات الفلسطينيين والبنية التحتية بما فيها شبكة المياه والكهرباء. اقتحم مئات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذ المقتحمون جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية، فيما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين أن عمل موسكو على تغيير العقيدة النووية الروسية ناجم عن تصرفات الغرب، مشيرا إلى أن الكرملين يأخذ في الاعتبار أن أوكرانيا ستستخدم أسلحة أمريكية بعيدة المدى في هجماتها على الأراضي الروسية، وأن روسيا لا تتوقع تغييرات جوهرية بعد الانتخابات الأمريكية. استقبل نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان سفيرة الدنمارك ووفد شركة نوفو نوردسك الدنماركية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المستحضرات الدوائية، وناقش الاجتماع سبل التعاون لتنفيذ حملات توعوية بطرق الوقاية من مرض السكري والسمنة وكيفية تجنب المضاعفات الناتجة عنهما، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز علاج السكر وتثقيف المرضى بالمستشفيات. بحث وزراء التخطيط والري وزراعة مع بعثة البنك الدولي موقف مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ أحد مشروعات محور الغذاء ببرنامج نوفي، ويهدف المشروع إلى تعزيز مرونة المناخ واعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة مناخيا، وتشجيع اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة المستدامة وزيادة الوصول إلى التمويل والدعم الفني للتجميع والوصول إلى الأسواق. أصدر وزير الإسكان شريف الشربيني قراراً باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء على المواطنين، مؤكداً أن التعديلات ستدعم حركة العمران ووقف المزيد من النمو العشوائي وغلق ملف البناء غير المخطط. تتواصل اليوم فعالية معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء بمدينة العلمين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي انطلقت أمس وتستمر على مدار 3 أيام، وجذبت المدرعة ST-100 وST-500 من إنتاج وزارة الإنتاج الحربي المصرية انتباه الحضور لقوتهما ولكفاءتهما المميزة. وتتولى شركة أمستون وآيميوت التطوير والتسويق، كما تدخل جميع منتجات شركة سايل تشيلد وشركة الدلتا للإلكترونيات في إنتاج المدرعتين.